حبيبا، وأنتم أهل السودان ألم تصبروا على حصار طويل ومكائد يكيدونها لكم أهل المشرق والمغرب سنوات طويلات، وقد جاهدتم وصبرتم صبرا جميلا، أليس ذلك نصرا وتمكينا؟ بلى والله. فالناظر إذن، الناظر بعين البصير المتفحص للسنن الربانية، يرى أن كل ما يجري في الأرض إنما هو مقدمة لعودة المسلمين من جديد إلى مجدهم وعزهم السليب، وأنهم قادمون قادمون، وأن هذا القرن هو قرن الإسلام بلا شك ولا ريب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جليل، وكل أحاديثه الشريفة المنيفة جليلة عظيمة، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وما من بيت مدر ولا وبر، أي بيت طين أو بيت شعر، أي بيوت الحواضر والبوادي، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الشرك وأهله. فماذا نريد بعد هذا الحديث الجليل المطمئن يا عباد الله، إلا أن تمتلئ صدورنا أملا وثقة بنصر الله القادم وتمكينه الآتي بلا شك ولا ريب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، فاستغفروه معاشر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يسلب من شكره، ولا يبخس من عامله، ولا يكل من توكل عليه، ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود، وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور، وهو للشكر أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، النصر آت لا ريب فيه بإذن المولى جل جلاله، والعزة والكرامة لا تسلبها الأمة أبدا بفضل الله تعالى، لكن السعيد الموفق هو الذي يشارك في هذا النصر القادم، لا أن يظل يتفرج ويحوقل ويدعو الله تعالى فقط. نعم، الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا بد مع الدعاء من عمل جليل متواصل
للتمكين لدين الله في الأرض ولنصرة هذه الأمة. والله تبارك وتعالى جعلنا مستخلفين في الأرض لينظر كيف نصنع وكيف نعمل، فإن أقمنا دينه فذاك هو التوفيق وتلك هي السعادة، وإن أعرضنا وأدرنا ظهرنا للدين ولم نكترث لصيحات إخواننا المسلمين فانظروا ماذا قال الله تعالى. قال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، أي آخرين ينصرون دينه ولا يكونون أمثالكم. وقال جل من قائل: وإن تتولوا، أي تعرضوا عن نصرة دين الله والتمكين له في الأرض، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي في الرضا بالدون والإخلاد إلى الأرض والهوان والذل. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فمن كان كذلك فقد قال الله تعالى فيه مذيلا تلك الآية الجليلة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال جل من قائل في أصعب آية في كتابه تهدد القاعدين الذين لا يصنعون شيئا لنصرة هذا الدين ولا يعملون شيئا لاستنقاذ إخوانهم المسلمين: قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سمى الله تعالى وجل وعز فاسقا كل من فضل تلك الثمانية على أولئكم الثلاثة، فمن منا ينجو من تبعة هذه الآية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخلاصة معشر المسلمين: لا بد أن نعمل لنحقق النصر القادم المنشود، ولا أن نظل نتفرج فقط، ولا أن نظل سلبيين لا نفعل شيئا لخدمة هذا الدين. هذا الدين متين وصل إلينا عبر القرون غضا طريا كما أنزل، بذل الصحابة فيه دماءهم وأموالهم وأوقاتهم، طيبة بذلك نفوسهم، راضية بذلك قلوبهم، ليمكنوا لدين الله في الأرض ولينشروا النور في العالمين. نعم، فعل ذلك الصحابة والتابعون ومن تبعهم حتى وصل إلينا هذا الدين. فما الذي نحن صانعوه يا عباد الله؟ وماذا نفعل من أجل خدمة هذا الدين؟ فالسعيد الموفق منا هو من بذل جهده واستعمل طاقاته ومواهبه وملكاته وما آتاه الله تعالى إياه خدمة لهذا الدين وبذلا للنصر القادم وللتمكين. فمن فعل ذلك فهو السعيد الموفق، ومن أعرض فهو الشقي المحروم. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم المولى الجليل. فقال جل من قائل ولم يزل قائلا حكيما عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على ذي الوجه الأنور
والجبين الأغر الأزهر سيدنا أبي القاسم محمد، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأبرار. نخص بالذكر منهم ساداتنا أولي القدر العلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك ومنك وإحسانك إله الحق إله العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم من علينا بأن تجعلنا عاملين لنصرة دينك، باذلين ما نستطيع بفضلك وكرمك ومنك إله الحق إله العالمين. اللهم لا تذر لنا في مقامنا هذا في يومنا المبارك هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا كبته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح لهم البطانة يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وانزع عنهم شرارهم، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والضلال والفساد. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم انصر عبيدك المستضعفين في بورما، وانصر عبيدك المجاهدين في العراق وفي الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم يا جبار السماوات والأراضين. اللهم احمي أهل السودان، اللهم احمهم من المؤامرات والكيد العالمي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداء المجاهدين، وصبر ثكالاهم، وتكفل يتاماهم، ونجهم برحمتك من القوم الظالمين. اللهم عليك بالقوم الظالمين، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وغضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم آية يا جبار السماوات والأراضين يا رب العالمين. وانصر عبيدك في بيت المقدس، وارزقنا صلاة طيبة فيه قبل الممات، واجعلنا من الثلة الطاهرة التي تنظف المسجد الأقصى من رجس إخوان القردة ودنسهم. إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واشكروه على نعمه يزدكم، واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تقاربوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، لا تجعلوا للشيطان حظا في صفوفكم، أتموا الصفوف الأول فالأول، فإن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
المصلين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم إنك أنت السلام عليك السلام. في ضريح صلاة الله.